أرقام عند الفص الحساء مغربي مدينة دبي بسوق مرجان السقاية أما أنك بدأ جولة ديالنا سوق مرجان بوافي محلات الخياطة يعني صناعة تقليدية كلها متوفرة هنا. بالصدفة جينا لهذا الفندق مطعم اللي هو في جورمي طبق العلوي هذو بعض المشغولات التقليدية ما شاء الله منطقة راقية جدا كل ما يتعلق بالغنادير الطبق السفلي هذا الحي المغربي مراكن كارتيه لاحظوا ديكورات وكذلك زرابي حي المصري مشان كواتر كاين ديكورات كاين صناديق الشموع تاع المغرب كيسان كندل الشموع ما يخص أطباق نوازم الشاي قهوة صواني الطواجن ما شاء الله دير واحد طور خفيف هنا جولة للعطور كاين بعض المحلات مسنودة لأن جينا بالليل كذلك أغلبية المحلات سادين ما شاء الله سوق كبير جدا هذا الزجاج فوق حاولوا نقربوا كتلاحظوا الفراعين من فوق غادي نطلعوا واحد الطريق كذلك باش نخرجوا نلقاو تجسيمات نفس الآثار الفرعونية جميل جدا
دائما نطلعوا نكملوا بكم الفيديو فوق. هذه منطقة ديال مركز وافي، وهذا سوق مرجان. فيها توريست، فيها كما كتلاحظوا هذا الشيء هو جميل جدا. طلع شيء مرصع ما شاء الله، الشغل الفخام المغربي 100%. الآن غادي نخرج للفراعنة. كما كتلاحظوا السقف مغربي، الأبواب خشبية كتسد ولا يخلص. صراحة روعة روعة. خان مرجان، أيوة. سوق ومطعم خان مرجان، سوق الفراعنة. قرروا نركزوا المنطقة، نديروا فيها فيديو آخر داخل خاصة بالحضارة الفرعونية. شبابيك لاحظوا ديكورات جميلة جدا. هنا واحد فونتين مركز وافي، هذا باب الخلفية ديالو. نشوفوا الهندسة المعمارية الإسلامية. المخولين باركي غير هي تلاحظوا هنا هنا كيصلحوا اصلاحات. ونعاودوا نرجعوا نكملوا اللفه ديالنا، ونعاودوا ندخلوا لسوق مرجان باش يكون الفيديو الجاي ان شاء الله تتمه الفيديو الحالي في مدينه دبي. أطباق تقليدية بيست تنسيط وافي. دابا هذه نزلة، ولكن كنهبل لتحت كنكملو. المحل فالنتينا ما شاء الله ممر جميل جدا. أريكم كذلك التواليت، كذلك الشكل التقليدي. هي الباب ديال الله، كاميرات باطو، انترنت، غرفة الاتصالات.
كذلك السوق كبير كبير جدا. ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله غادي نكمله لكم. كان معكم محمد عماد من قناة دبي فيديو. كنطلبوا من الاصدقاء اللي شافوا الفيديو اشتراك وضغط لايك للدعم، بليز سبسكرايب اند شير، ابونيفو، ميرسي.